البحري لمباراة اليوم، والمدرب عبد اليمة ورور مدرب فريق البحري، أحمد ثمين لحراسة المرمى، مثنى عبد الحسن، جاسم محمد، سامي جبر، فراس زامل لخط الدفاع، لخط الوسط حسين جبار، جبر سرور، سيف أمين، وائل عبد الحسن، مصطفى هادي، ولخط الهجوم عادل حسين. هذه تشكيلة فريق البحري، فريق اللي يحتل المركز الرابع عشر في جدول الترتيب للدوري العراقي، بينما الزوراء يحاول أن يحقق الثلاث نقاط ويفكر في المنافسة على اللقب، لكن يبدو أن المهمة شبه مستحيلة على فريق الزوراء الوصول على اللقب، لكن من الممكن الزوراء أن يصل إلى مراكز متقدمة لتزداد حظوظ التواجد، يا إما في دوري كأس الاتحاد الآسيوي أو بطولة الأندية العربية إذا ما احتل المركز الثالث. كل شيء وارد في كرة القدم، الزوراء دائما يكون في الموعد عندما يكون في أفضل حالاته، لذلك الزوراء يحاول من خلال اليوم أن يحقق الثلاث نقاط على حساب البحري، بينما البحري يحاول أن يبتعد عن المراكز الأخيرة في حال تحقيق الفوز على الزوراء. نذكر بنتيجة المباراة الأولى اللي جمعت الفريقين البحري والزوراء، انتهت للزوراء في ملعب الشعب الدولي بثلاثية، كانت عن طريق حيدر عبد الأمير وعلاء عبد الزهرة وعلاء مهاوي الغاب عن هذه المباراة لوجوده في الإمارات، وذلك من الممكن أنه علاء مهاوي في الموسم المقبل يتواجد مع أحد الأندية السعودية مع فريق الباطن السعودي، لكن علاء مهاوي سيكون متواجد في مباراة النفط. لاحظ هذه الإعادة لمحاولة الزوراء الأولى على مرمى فريق البحري، ومطالبة لاعبي فريق الزوراء بلمسة يد، رامية جانبية لصالح نادي البحري، أجواء حارة جدا خصوصا مدينة البصرة لقربها من شط العرب، لذلك دائما يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة. ومحاولة الآن لصالح نادي الزوراء، أحمد فاضل يحاول غير اللعب للجهات البعيدة، محاولة ممكن الزوراء يريد أن يسجل في بداية هذا اللقاء، والعارضة محاولة رائعة للزوراء، محاولة رائعة للزوراء، علاء عبد الزهرة كان ممكن يسجل هدف من الأهداف الجميلة في الدوري العراقي، لكن العارضة تمنع علاء عبد الزهرة من التسجيل في بداية المباراة في مرمى البحر. هو سجل في مباراة الذهاب علاء عبد الزهرة، هذه المرة حاول أن يفعلها من جديد، الهداف لحد الآن للدوري العراقي ب 16 هدف علاء عبد الزهرة في محاولة أولى للنوارس على مرمى البحري، ومرت إلى الخارج. ركلة مرمى للبحري، الزوراء الآن بدأ يتسيد هذه الدقائق، فريق الزوراء يتسيد هذه الدقائق على حساب البحري. لاحظ الارتقاء من كرار، المدافع اللي يتقدم أمام هذه الإعادة مرة أخرى لكرة علاء، كرة لعبها بشكل جميل، وذكرنا بهدف لاعب البحري على عذاب الموجود في دكة البدلاء في مرمى الشرطة على هذا الملعب، على عذاب سجل بنفس الطريقة في مرمى الشرطة، وكان هدف من الأهداف الجميلة في الدوري العراقي. علاء عبد الزهرة على هذا الملعب حاول أن يكرر محاولة علاء عذاب، علاء عبد الزهرة حاول أن يسجل هدف جميل في مرمى البحر. كرة للزوراء الآن، بدأ يحضر جمهور الزوراء، بدأ يتواجد في ملعب الزبير اللي يحتضن هذا اللقاء، حيدر عبد الأمير هو اللي سجل هدف الأول في مباراة الذهاب، طبعا 12 لقاء سابق بين الزوراء والبحري، ستة منها انتهت للزوراء، خمسة للبحري، ونتيجة واحدة انتهت بالتعادل بين الزوراء والبحر. الزوراء يريد أن يكرر الفوز في مباراة الإياب على حساب البحري ليبقى في دائرة المنافسة، بينما البحري يريد أن يحقق الثلاث نقاط ويضمن بنسبة كبيرة بقاء للموسم القادم. كرة الوسط لصالح فريق البحري، محاولة ممكن عن طريق لاعب الوسط سيف أمين، مر إلى خارج الملعب لرمية جانبية لصالح نادي الزوراء، المساعد الأول الدولي جليل صيفي لإشارة لوجود رمية جانبية للزوراء، تنقل الوسط صفا هادي، غير لعب للجهات البعيدة صفا هادي، حسين الجويد لاعب ومدافع أيمن فريق الزوراء، علاء حاول يمر على عبد الزهرة، يحاول يفتك الكرة لكن الأمام تبعد، علاء تعود الوسط، لؤي يشترك منذ البداية في هذه المباراة، لؤي يحاول هي الكرة الأمام، لؤي صلاح واحد من اللاعبين الخبرة مع الزوراء، لؤي لعبها لتعود لخط وسط فريق نادي البحري، كرة لجهة يسار لصالح البحري، سيف أمين لاعب الوسط
كان موجود في مباراة الذهاب سيف أمين. بعض الأسماء كانت موجودة، يعني 5 لاعبين موجودين في تشكيلة البحري كانوا موجودين في مباراة الذهاب أمام الزورق. سرور وسيف أمين ووائل عبد الحسن، وأيضا كان متواجد فراس زامل. الأسماء الخمسة الموجودة مع البحري كانت موجودة في مباراة الذهاب اللي انتهت 3-0 للزوراء. وأيضا الزوراء من الأسماء اللي كانت موجودة في مباراة الذهاب حيدر عبد الأمير، وأيضا علاء عبد الزهرة، وحسين علي، وأيضا حسين الجويد، وكرار محمد. 5 من الزوراء و5 من البحري كانوا موجودين في مباراة الذهاب. 6 لاعبين من كل فريق تغيروا في مباراة اليوم عن مباراة الذهاب. كرة تمر إلى خارج الملعب برمية جانبية لصالح البحري من الجهة البعيدة. رمية جانبية من الجهة البعيدة لصالح البحري. تاريخ طويل من الإنجازات للزوراء. هذا جمهور الزوراء المتواجد في ملعب الزبير لمؤازرة النوارس في مباراة اليوم. تاريخ طويل للزوراء من عام 69 ولحد الآن، مسيرة حافلة بالإنجازات لفريق الزوراء. يعني يبقى واحد من الفرق الكبيرة في الدوري العراقي، زعيم الأندية العراقية، 13 لقب دوري، 14 لقب لبطولة كأس العراق، لذلك هو المتزعم للبطولات على مستوى البطولات المحلية. 34 مدرب تعاقبوا على تدريب فريق الزوراء، البعض منهم قاد الزوراء أكثر من موسم، لكن 11 مدرب هم اللي حصلوا على الألقاب مع فريق الزوراء، الألقاب 13، بداية من المدرب سعد صالح اللي قاد الفريق مرتين، وأيضا عدنان حمد قاد الفريق مرتين إلى لقب الدوري، بالإضافة إلى أنور جسام، فلاح حسن، عمو بابا، هادم طنش، عامر جميل، صباح عبد الجليل، صالح راضي، راضي شنيشي، وباسم قاسم. الأسماء اللي قادت الزوراء للألقاب. محاولة خطيرة للبحري إلى الخارج، محاولة لفريق البحري عن طريق جبر سرور اللي حاول أن يضع الكادر التدريبي لفريق البحري في هذه اللحظات بفرحة وسرور، لكن الكرة يبدو أنها لامست محمد قاصد، لكن قرار يأتي من الدولي صباح اللي وجد ركلة مرمى لفريق الزوراء. الزوراء كرة من جهة اليمين عائدة للخلف إلى نجم شوان. نجم يلعب كرة للوسط، فريق الزوراء عادت للنجم إلى الجويد. الجويد ممكن إلى صفاء، يحتفظ بالكرة الجويد. 10 دقائق مرت والتعادل بدون أهداف حتى الآن بين البحري والزوراء. البحري والزوراء في المباراة المؤجلة من الأسبوع 13 من المرحلة الثانية للدوري الممتاز العراقي، ويوم 3 ستنطلق الجولات القادمة للدوري العراقي الممتاز، وإن شاء الله يستمر الدوري إلى النهاية ونحظى بنهاية سعيدة لأحد الفرق اللي من الممكن أن يتوج إحداها بلقب الدوري العراقي، والمنافسة كبيرة ستبقى مع أندية لديها الطموح والأمل للحصول على هذا اللقب، منها النفط والشرطة والقوة الجوية، وأيضا نفط الوسط، الزوراء بطموحات اللقب، أيضا صاحب اللقب العام الماضي الزوراء آخر لقب، عصام حمد مدرب الزوراء. كرة اللعب للنوارس، النوارس تغيير اللعب إلى جهة اليمين، محاولة لا زالت لفريق الزوراء عن طريق الوسط. شاهدنا محاولتين على المرمى، واحدة كانت عن طريق علاء مهاجم الزوراء، والأخرى عن طريق سرور، جبر سرور لاعب فريق البحري الأخطر في بداية المباراة. هذا هو جبر سرور صاحب المحاولة الأخطر لفريق البحري على مرمى الزوراء. كرة عالية بعاد من دفاع فريق البحري، مثنى عبد الحسن، هنا خطأ، حكم المباراة يشير إلى وجود أو يوقف اللعب الحكم الدولي صباح عبد لوجود لاعب يشكو من إصابة. الزوراء يحاول أن يستغل ما تبقى لديه من مباريات، وبالتالي يطمح بأن يواصل المشوار إلى النهاية، وقد تكون النهاية سعيدة لهذا الجمهور، جمهور النوارس، جمهور الزوراء. وهنا ناصر طلاع المساعد المدرب عبد اليمة ورور، واضح في الصورة، واحد من اللاعبين اللي مثلوا الزوراء ناصر طلاع، وكان لاعب للميناء ومن ثم انتقل من الميناء إلى الزوراء.
أنا بحفظ الأسماء الكبيرة على مستوى نادي الميناء اللي مثلت الزوراء في مواسم عديدة. لذلك كثير من لاعبي الزوراء من لاعبي الميناء مثلوا الزوراء. الزوراء حاول أن يستغل المباريات المتبقية ليبقى في دائرة المنافسة. لديه مباريات ستة متبقية مع النفط والسماوة ونفط نيسان ومع الكرخ ومع الحدود وآخرها ستكون مع زاخو، بينما فريق البحري عنده أيضا ست مباريات أو خمس مباريات متبقية عدا هذه المباراة، راح تكون مع القوة الجوية في ملعب القوة الجوية ومع كربلاء في ملعبه، مع نفط الجنوب في ملعب نفط الجنوب، ومع أمانة بغداد في ملعبه، ويختتم هذا الموسم فريق البحري أمام نفط الوسط، واحد من الفرق المنافسة على لقب الدوري العراقي. محمد قاصد واضح في الصورة، إن شاء الله بالسلامة لمدافع البحري جاسم محمد اللي يشكو من إصابة. هذا نجم شوان اللاعب اللي يشترك كأساسي يعوض غياب عباس قاسم. طبعا عباس قاسم اليوم موجود في دكة البدلاء، لكن فضل عدم إشراك المدرب عصام محمد لوجود إجهاد لدى هذا اللاعب، وأيضا أرضية الملعب الصليبة قد تؤثر على عباس قاسم، لذلك إراحة هذا اللاعب وممكن إشراكه في مباراة النفط. يحتفظ ببعض الأسماء عصام محمد للمباراة المهمة لفريق الزوراء أمام فريق نادي النفط المتصدر. كرة عائدة لنجم شوان، نجم أمجد كلف طبعا أيضا غائب عن هذه المباراة، من اللاعبين الغائبين عن الزوراء بالإضافة إلى علاء ماوي وحيدر صباح للإضافة. حيدر صباح للإصابة، أنا أيضا غير موجود، بينما غيابات فريق البحري أيضا لديهم بعض الأسماء غائبة. محمد عبد الكريم وأحمد قاسم من الأسماء المهمة أيضا في تشكيلة المدرب عبد الكريم وورور غير موجودين بداعي الإصابة في هذه المباراة. رمية جانبية كرار إلى محمد قاصد حارس النوارس، محمد قاصد حارس مرمى المنتخب الوطني العراقي. محمد كرة عالية للأمام تبعد إلى خارج ملعب، هناك راية بوجود خطأ لصالح نادي البحري، خطأ لصالح نادي البحري. جاسم محمد يحصل على خطأ اللاعب اللي أصيب قبل قليل عبد اليمة ورور، والتوجيهات للاعبيه من المدربين الشباب، يعني المدرب يعمل بالممكن في ظل الظروف اللي يعانيها فريق البحري، ايضا قله الدعم المادي لهذا الفريق. فريق عبد اليمة ورور هو اللي اوصل الفريق الى الدوري الممتاز العراقي، والاداره فضلت ابقائه رغم النتائج اللي كانت سلبيه لفريق البحري، فريق اللي تعرض اكثر فريق للخساره 17 خساره لفريق البحري، لكن الاداره ابقت متمسكه بالمدرب عبد اليمة ورور لما قدم لهذا الفريق من المدربين الشباب. عبد اليمة ورور ممكن ان تكون لديه الخبره الكافيه في المواسم القادمه. محاوله مهند خطيره، زوراء مهند، ممكن ممكن ممكن، وهدف جول للزوراء. علاء عبد الزهره يفتتح التسجيل في مرمى البحري. مهند عبد الرحيم مر من الحارس احمد ثمين، ويسجل علاء عبد الزهره هدف ثمين للزوراء في مرمى البحري في الدقيقه 16. في الدقيقه 16 علاء عبد الزهره يكرر ما فعله في مباراه الذهاب، في الاياب ايضا يسجل بكره يهيئها مهند عبد الرحيم على طبق من ذهب لي على عبد الزهره اللي يجد نفسه بمواجهه المرمى الخالي من الحارس والمدافعين لفريق البحري، وعلى عبد الزهره يسجل هدف للزوراء. لاحظ عدم وجود حاله تسلل، مهند انفراد مع الحارس احمد ثمين، مر من احمد ثمين وهيئها بصعوبه امام المرمى لعلاء عبد الزهره اللي على يقتنص الفرصة لفريق الزوراء ويسجل أول أهداف المباراة في مرمى البحري. لاعب هذه الإعادة لأكثر من مرة لهدف الزوراء في مرمى البحري بعد المرور الناجح، رغم أن الكرة طالت على مهند عبد الرحيم، لكن أعاد بصعوبة لعلاء عبد الزهرة اللي سجل منها هدف أول للزوراء، وهو الهدف 17 لعلاء عبد الزهرة. الهدف 17 لعلاء عبد الزهر. اليوم عادل حسين هو الكابتن لفريق نادي البحري، هو الهداف للبحري بتسعة أهداف. عادل حسين غاب عن مباراة الذهاب بداعي الإيقاف، اليوم يلعب
منذ البداية عادل حسين كابتن فريق نادي البحري. الهداف محاولة لفريق البحري، يحاول الرد على مرمى فريق الزوراء لإدراك هدف التعادل. على عبد الزهرة يبقى في صدارة الهدافين مع هدف اليوم 17 هدف لعلاء عبد الزهرة، لاعب ومهاجم الزوراء ولاعب المنتخب الوطني العراقي. على عبد الزهرة هدف أول سجل في مباراة الذهاب، والآن يسجل في مباراة الإياب على عبد الزهرة. كرة إلى خارج الملعب برمية جانبية لصالح نادي الزوراء من الجهات البعيدة. هدف أول يحرك مدرجات ملعب الزبير بأنصار ومحبي الزوراء. الزعيم رمية جانبية تنفذ عن طريق الوسط على عيد الخلف، أقرب لصفاء هادي يلعب الأمام. صفاء مهند عبد الرحيم المتراجع الوسط، مهند يلعب المدرب عصام حمد. 4-3-3 في مباراة اليوم، بينما المدرب عبد اليمة ورور يلعب 5-4-1 في هذا اللقاء. كرة من جهة اليمين، 15 لاعب فريق البحري عائد للخلف إلى سيف أمين. سيف عيد الخلف، مثنى عبد الحسن إلى سيف أمين. ممكن البحري هل يرد على مرمى الزوراء؟ ممكن يسجل البحري بعد من نجم شوان اللاعب الشاب اللي يقدم مستويات جيدة مع الزوراء خلال هذا الموسم، مع وجود محاولة عادل حسين يحاول يمر من أمام مدافعي الزوراء. والمطالبة من كابتن البحري عادل، هذه الإعادة ومكاتفة كانت في تقدير حكم المباراة الدولي علي صباح عبد، انها مكاتفة قانونية من احمد فاضل لاعب الوسط لفريق الزوراء. البحري يطالب بركلة جزاء، وقبل ايضا الزوراء كان يطالب بركلة جزاء، ويبقى الحكم للقرار التحكيمية وايضا للاخوان في البرنامج التحكيمي. انت الحكم في استوديوهات قناة الرياضية العراقية. كرة تبعد من نجم اشوان الى خارج الملعب بركلة ركنية لفريق البحري. والله من الجيد ان نشاهد هذا الاداء من الفريقين في ظل هذه الاجواء، اجواء حاره جدا في ملعب من الجيل الاصطناعي ملعب الزبير، اكيد يكون تاثيرها واضح على المردود البدني للاعبين وايضا الحكام. وحلوه لمحمد قاصد، خطيره خطيره لا زالت لفريق البحري. تبعد الى خارج الملعب، الى خارج الملعب. محاولات جيدة لفريق البحري على مرمى الزوراء. البحري ممكن أن يقترب من إدراك هدف التعادل في مرمى الزوراء، والتعادل هدف تعادل لفريق البحري. واضحة نوايا فريق البحري من أجل التسجيل في مرمى الزوراء. إذن هدف التعادل عن طريق مصطفى هادي يسجل هدف التعادل لفريق البحري في الدقيقة 20. من بداية الشوط الأول البحري يعادل النتيجة أمام الزوراء بأداء ممتاز للاعبي فريق البحري وبكل احترافية من مصطفى هادي على طريقة الوال السجل. والكل يتذكر هدف هادي أحمد في مرمى المنتخب الكويتي في 79 في خليجي 5 اللي أقيمت في العراق وعلى ملعب الشعب الدولي. هادي أحمد اللي سجل واحد من الأهداف الجميلة في مرمى المنتخب الكويتي يوم منتخبنا فاز 3-1. اليوم مصطفى هادي على طريقة والده هادي أحمد يسجل هدف جميل في مرمى الزوراء ويدرك التعادل لفريق البحري لتعود المباراة إلى نقطة البداية 1-1. الزوراء والبحري والنتيجة 1-1 الآن. 1-1 على سجل للزوراء، ومصطفى هادي يعادل النتيجة لفريق البحري. من البداية نوايا البحري واضحة للتسجيل في هذه المباراة. محاولة أحمد سرور وجبر سرور، يعني مرتين كان اختبار الحارس محمد قاصد ومصطفى هادي اللي لعب الكرة بذكاء في مرمى الزوراء ليعادل النتيجة 1-1. حسين علي، مباراة جميلة شاهدنا 20 دقيقة رائعة بين البحري والزوراء بأداء ممتاز جدا، بأداء ممتاز لم يكن أي من كل المتابعين أن يتوقع هذا الأداء من لاعبي الزوراء والبحري في ظل هذه الأجواء الملتهبة والحارة في وقت غير مثالي في مدينة البصرة، يعني تلعب مباراة الزوراء والبحري.
كان المفروض انه ممكن ان تلعب في وقت متاخر، هو اللعب على المدينه الرياضيه ليتسنى للجميع مشاهده المباراه، ممكن حضور جماهيري، ممكن المتابعه تكون افضل، اللاعبين يقدمون افضل. لكن رغم هذه الاجواء ولكل المعوقات اللي رافقت هذه المباراه، الفريقين الان يقدمون مباراه جميله ورائعه وجمل تكتيكيه للفريقين الزوراء وللبحر. شاهدنا هدفين جميلين من علاء عبد الزارع ومن مصطفى هادي، لاحظ هذه الاعاده ومحاوله نادي البحري على الزوراء، في الاولى انقذها محمد قاصد، لكن في الثانيه لم يستطع محمد قاصد انقاذ كره مصطفى هادي. رميه جانبيه للبحر، رميه جانبيه للبحري، الزوراء يريد العوده في الثلاث نقاط، يتقدم الى مركز مؤقتا هو المركز الرابع بدلا من نفط الوسط، لكن تعادل يبقيه في نفس المركز. البحري بطموحات الفوز ورد الدين للزوراء، خسارة بثلاثية في ملعب الشعب، كرة عالية داخل منطقة الجزاء، أخطر محاولات البحري على مرمى الزوراء، عادل حسين تسديد، تدخل من حسين الجويد لاعب ومدافع يمين الزوراء، ينقلب المباشر إلى أحمد فاضل اللي بدوره ينقلها لمهند، وهناك خطأ لصالح نادي الزوراء وركلة حرة مباشرة من المنتصف على سيف أمين. سيف أمين يرتكب خطأ، وجود ركلة حرة مباشرة قريب الدولي صباع عبد، 46 سنة صباع عبد، واحد من حكام الخبرة في الدوري العراقي، لا زال في قمة العطاء صباع عبد من خلال إدارته لمباريات الدوري العراقي. وعبد اليمة ورور مدرب فريق نادي البحر سعيد بهدف التعادل، جمهور الزوراء غير سعيد الآن بعد أن أدرك البحري هدف التعادل في مرمى النوارس. كرة عن طريق الوسط، مهند عبد الرحيم آخر لاعب سجل للزوراء في مرمى النجف، في الفوز الثمين اللي عاد فيه الزوراء بثلاث نقاط من ملعب النجف في مباراة أيضا كانت مؤجلة لفريق الزوراء. كرة تمر إلى خارج الملعب، البحري منذ فترة لم يلعب سوى أنه خاض بعض المباريات الودية مع فريقي البصرة الآخرين نفط الجنوب والميناء. كرة داخل منطقة الجزاء، الزوراء يحاول أن يسجل هدف ثاني في مرمى البحري، في مرمى البحري كرة تبعد، تركيز واضح من قبل لاعبي فريق البحري، يعلم بمدى قوة وإمكانية الزوراء. البحري وهو يقابل واحد من أفضل الفرق الموجودة في الدوري العراقي الزوراء، بالإضافة إلى الجوية وأيضا فرق أخرى، الطلبة، الشرطة، يعني هناك فرق عديدة في الدوري العراقي لها إمكانيات كبيرة، لكن البحري يعلم بمدى قوة فريق الزوراء وإمكانية فريق الزوراء. الزعيم يريد أن يعيش فرحة التأسيس بالفوز على البحري في مباراة اليوم. الزوراء 48 سنة من العطاء، من الإنجازات لفريق الزوراء، تاريخ طويل لهذا الفريق. أول موسم باسم الزوراء كان موسم 75-76 74-75 كان يلعب باسم المواصلات، لكن بعد ذلك غير الاسم للزوراء، ومنذ تلك الفترة يعني الزوراء بدأ يحقق الإنجازات والبطولات. هناك رمية جانبية لصالح نادي الزوراء، هناك لاعب يشكو من إصابة لفريق البحري، أعتقد أن حكم المباراة راح يعطي وقت مستقطع، يعني الدقيقة ممكن في الدقيقة 35 أعتقد راح يكون هناك وقت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ارتفاع درجات الحرارة. طبعا البحري على ملعبه فاز على الميناء 2-1 وعلى الكرخ 2-1 وعلى نادي الحسين 4-2 وعلى السماوة 2-1 وعلى نفط نيسان 1-0، وخارج ملعبه حقق فوز وحيد فقط على الكرخ، يعني 6 انتصارات لفريق البحري، 5 منها كانت على ملعبه، على ملعب الزبير. على هذا الملعب ايضا خسر من النفط 3-0 ومن زاخف 2-1 ومن الكهرباء 1-0 ومن الجويه 2-0 ومن النجف 2-1 ومن الشرطه 7-3، هي اقصى خساره تلقاها البحري خلال هذا الموسم 7-3 مع الشرطه على هذا الملعب، وخسر ايضا من الحدود 3-2. تعادل مرتين على ملعب فريق البحري، تعادل مع الطلبه 2-2 ومع نفط الجنوب 1-1. كرة أمامية، الزوراء، مهند عبد الرحيم، ممكن مهند اللي صنع الهدف الجميل لعلاء، كرة داخل منطقة الجزاء تصل لحارس مرمى البحري أحمد ثمين، أحمد ثمين
طبعا الزوراء خارج ملعبه فاز على الكهرباء 2-0 وعلى الحسين نادي الحسين 1-0 وعلى نادي السماوه 2-0 و 3-0 على الكرخ وعلى النجف 1-0. هذه المباريات خارج ملعب الزوراء. هذه محاوله البحري على مرمى الزوراء، كرار في التغطيه، عائده للخلف، محاوله تبقى قائمه. البحري في بحث متواصل عن هدف ثاني لاحراج الزوراء في هذه الدقائق في هذه المباراه. يحاول البحري ان يحرج الزوراء في هذه المباراه. وخارج ملعب الزوراء خسر من نفط الوسط 1-0 ومن امانه بغداد ايضا 1-0. هذه مباريات الزوراء خارج ملعبه، خسر مرتين مع نفط الوسط ومع امانه بغداد. محاوله، كل فريق يبحث عن ثلاث نقاط، البحري والزوراء. الزوراء من اجل مواصله المشوار والضغط على المتصدرين، بينما البحري يحاول الابتعاد عن المراكز الاخيره. لذلك في غايه الاهميه الثلاث نقاط في هذه المباراه، للبحري وللزوراء. كره من جهه اليسار للبحري اللي أدي مباراة طيبة حتى الآن أمام الزوراء. كرة مع التغيير، سامي جبر غير لعب إلى جهة اليسار، تبقى قائمة محاولة البحري. كرة النقل داخل منطقة الجزاء، خبرة حيدر عبد الأمير، محاولة ممكن البحري، تسديد على المرمى. هناك بعض الأخطاء اللي ترتكب من قبل لاعبي خط الدفاع لفريق الزوراء اللي سنحت لفريق البحري. خطورة مرمى الحارس محمد قاصد وتسجيل هدف في مرمى الزوراء هو هدف التعادل. هناك راية على علي عبد الزهراء، هناك خطأ، ركلة حرة غير مباشرة من حالة تسلي، ركلة حرة غير مباشرة لصالح البحري. لحظة هذه الإعادة حسين علي اللي مررها لعلاء عبد الزهراء. علاء عبد الزهراء كرة النقل الوسط تبقى لفريق البحري، عائدة من سيف، عادة بشكل خاطئ، محاولة ممكن. الزوراء يمتلك أقوى خط هجوم من حيث اللاعبين ولاعبي المنتخب الوطني العراقي، يعني الثلاثي لفريق الزوراء من أفضل المهاجمين الموجودين في الدوري العراقي، مهند عبد الرحيم وعلى عبد الزهراء، بالإضافة إلى لؤي صلاح، بالإضافة إلى الخبرة لؤي صلاح. نجم شوان، يعني المباراة بين الزوراء والبحري بين أقوى خط هجوم في الدوري هو الزوراء ب 56 هدف، بينما البحري يعد أضعف خط دفاع في الدوري العراقي في مرمى 57 هدف، بهدف على عبد الزهراء دخلت في مرمى البحري 57 هدف. يعني اليوم المواجهة بين أقوى خط هجوم وأضعف خط دفاع، أقوى خط هجوم الزوراء وأضعف خط دفاع في الدوري هو البحري. 57 هدف في مرمى البحري. محاولة أقرب لمحمد قاصد، بينما الزوراء بهدف على اليوم 56 هدف هو يعتبر أقوى خط هجوم في الدوري العراقي. كرة عن طريق الوسط للزوراء تتمرر، وهناك راية على مهند، راية على مهند. نصف ساعة التعادل 1-1، التعادل الإيجابي 1-1، البحري والزوراء. مهند أعتقد الراية غير سليمة، مهند غير متسلل، لذلك الرايه كانت خاطئه. لا جاب من جهاد عطيه حكم المساعد الثاني لحكم المباراه. اذا حكم المباراه يوقف اللعب دقيقه الوقت التايم طبعا لذهاب اللاعبين لشرب الماء وذلك لارتفاع درجات الحرارة. وكانت الأمنيات الطموحات أنه يكون في وقت مناسب وفي ملعب آخر، يعني مثلا في ملعب المدينة الرياضية، لكن ما نعرف الأسباب. تبقى مع أكيد مع وزارة الشباب، هي المسؤول الأول والأخير عن ملعب المدينة الرياضية اللي ستقام يوم غد إن شاء الله مباراة القوة الجوية مع نفط الجنوب على ملعب الفيحاء، الملعب الثاني في المدينة الرياضية. أيضا ستكون منقولة على شاشة قناة الرياضية العراقية الساعة 5 عصرا، وهنا الطاقم التحكيم الدولي اللي يقود هذه المباراة مع التوجيهات من قبل مدربي الفريقين، عصام محمد مدرب فريق الزوراء وعبد اليمة ورور مدرب فريق البحري، واحد من المدربين الشباب، بينما عصام محمد واحد من المدربين اللي خدموا فريق الزوراء لسنوات طويلة كلاعب وأيضا كمدرب. هذا جمهور النوارس
المتواجد خلف الفريق أينما حل وارتحل. جمهور الزوراء موجود ومتابع ومؤازر للنوارس. على عبد الزهراء صاحب هدف الزوراء في هذه المباراة محمد قاصد اللي مرمى استقبلت هدف من مصطفى هادي. صباح عبد والحديث مع علاء عبد الزهراء لاعب فريق الزوراء وهداف الدوري حتى الآن ب 17 هدف. على يعني وجود بعض الهدافين في تشكيل الفريقين يعني مثل علاء عبد الزهراء والهداف بالإضافة إلى علاء مهاوي اللي عنده 7 أهداف لكن علاء مهاوي غير موجود. مصطفى كريم أيضا عنده 6 أهداف 3 منها مع الزوراء 3 مع نفط الوسط. حسين علي عنده 6 أهداف. مهند عبد الرحيم عنده 7 أهداف آخرها كان في مرمى النجف. أمجد كلف عنده 7 أهداف 4 مع الشرطة 3 مع الزوراء يعني من اللاعبين الهدافين. ثاني الترتيب طبعا يأتي باسم عليك 15 هدف لاعب نفط الجنوب بعد علاء عبد الزهراء. كرة عادل وسط بينما البحري أيضا يتواجد لديه الهداف عادل حسين ب9 أهداف كابتن الفريق في مباراة اليوم عادل اللي يحاول أن يشاغل مدافعي الزوراء في عدة محاولات. كرة من جهة اليسار لصالح البحري في رأس ينقلها إلى جبر أو مصطفى ينقل كرة الأمام تبقى لفريق البحري. محاولات ممكن البحري أن نشاهد هدف آخر في هذه المباراة أو في الشوط الأول لفريق البحري أو للزوراء. حيدر يبعد الكرة إلى خارج الملعب رمية جانبية لصالح نادي البحري. واضح في الصورة سامي جبر مدافع يمين البحري بينما واضح في الصورة مدافع اليسار لحيدر عبد الأمير لاعب الزوراء وكابتن الزوراء. ركنية للبحري تنفذ داخل منطقة الجزاء ارتقاء بعد من نجم شوان بعد ذلك حسين علي يبعدها تعود لسيف أمين غير لعب جهة اليسار. البحري حاول الضغط على مرمى الزوراء أمام مؤازرة جماهير الزوراء وخطأ لصالح البحري. على عبد الزهراء يرتكب خطأ علاء عبد الزهراء يرتكب خطا. لاحظ الدفع من علاء عبد الزهراء دفع واضح من علاء عبد الزهراء على لاعب البحري مع وجود محاوله اقرب لحارس المرمى محمد قاصد. محمد قاصد حارس مرمى الزوراء بمواجهه عادل حسين لاعب ومهاجم البحري مصطفى هادي صاحب هدف التعادل. مصطفى هادي هدف الثاني في الدوري مصطفى هادي مع البحري خلال هذا الموسم مع وجود ركلة حرة. حكم المباراة يشير إلى وجود ركلة حرة لصالح الزوراء للنوارس. النوارس والباحث عن الثلاث نقاط في غاية الأهمية ستكون للزوراء قبل مقابلة المتصدر قبل أن يقابل المتصدر يوم 5 من هذا الشهر. يوم 5 من هذا الشهر الزوراء سيقابل النفط على ملعب الشعب الدولي. أيضا ستكون مباراة مفصلية بالنسبة لفريق النفط وأيضا للزوراء. كل المباريات مهمة. هل يخدم البحري فرق الأخرى المنافسة للزوراء؟ كرة تبعد إلى خارج الملعب. يحاول البحري أن يقدم خدمة للفرق المتصدرة بفوزة على الزوراء نفط الجنوب. ممكن أن يقدم خدمة أيضا للفرق إذا ما حقق الفوز على القوة الجوية لكن تبقى هذه الأندية من الفرق الكبيرة. كرة لجهة اليسار محاولة تبقى للبحري ناقل كرة بشكل جميل عن طريق الوسط. قوة فريق البحري تكمن في خط الوسط تكمن في خط الوسط. حتى الآن سيطرة لاعبي خط وسط البحري. كرة عالية داخل منطقة جزاء حيدر من أمام عادل حسين أقرب لحسين علي. حسين متراجع للخلف يحاول يمر اللاعب المهاري اللاعب الرائع حسين علي يلعب كرة للوسط رأسية من لؤي لم تكن بشكل مطلوب من لؤي بعيدة قريبة من الخط الجانبي. حاول سيف أمين اللي حق بالكرة بالفعل ينجح سيف أمين بإعادتها للملعب لتبقى المحاولة فريق البحري اللي يتناقل الكرة بشكل جميل في المنتصف أمام متابعة مدافعي فريق الزوراء. مهند يحاول يفتك الكرة وبعد ذلك نقل الكرة الأمام. مهند عبد الرحيم دائما يتراجع لاعبي ومهاجمي الزوراء للوسط. نشاهد لؤي ونشاهد مهند وأيضا علاء يعني أيضا تكون لديه مساندة ومحاولة الزوراء مرت
محاولة للزوراء مرت من أمام علاء ومهند. مرت من أمام علاء ومهند، كان ممكن الزوراء إضافة هدف ثاني. لاحظ هذه الإعادة والجويد اللي هيها داخل منطقة الست ياردات لمرمى فريق البحري. مرت من أمام علاء عبد الزهراء ومن ثم مهند عبد الرحيم، وفرصة للزوراء تضيع أمام مرمى البحري. ركلة مرمى أحمد ثمين يلعب كرة عالية الوسط، بعاد من كرار نجم مهند سيان، تحضير في المنتصف يحصل على خطأ. ركلة حرة، ركلة حرة للزوراء، ركلة حرة مباشرة للزوراء. سيان علي 6 أهداف مع الزوراء خلال هذا الموسم، مستويات رائعة يقدمها حسين علي لاعب منتخبنا الأولمبي العراقي. ركلة حرة مباشرة، توفيق لمنتخبنا الأولمبي العراقي في رحلة الآسيوية في التصفيات الآسيوية من خلال هذا الشهر يوم 19 ستكون أول مباراة لمنتخبنا أمام أفغانستان. سيان الجويد محترف السوري على التنفيذ للركلة الحرة، يلعب كرة على مرمى فريق البحري. حاول أحمد ثمين حارس المرمى لفريق البحري إبعاده بمبدأ السلامة إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. أحمد ثمين حارس الشاب اللي يعوض الحارس الخبرة مدحت عبد الحسين المتواجد في دكة البدلاء. مدحت عبد الحسين حارس الخبرة مع البحري، كرة قريبة الخط الجانبي تبقى لصفاء، يعكس كرة داخل منطقة الجزاء. صفاء تبعد في اللحظات الأخيرة من قبل لاعبي البحري إلى خارج الملعب لرمية جانبية. رمية جانبية صفاء هادي، صفاء هادي محاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة ممكن زوراء اللي باغت البحري بهدف أول، ومحاولة أخرى تمر إلى الخارج، مر إلى الخارج، مر إلى الخارج. الزوراء يحاول اقتراب من مرمى البحري لتسجيل هدف ثاني على الأقل من خلال الشوط الأول للخروج لفترة الاستراحة ما بين الشوطين بأريحية على حساب البحري.